خوشاني مزيان الله يسهل عليكم وبختكم. دابا نجيب داكشي اللي لقيت على الشوارع لقيت على تحت الأرض عندك الدرجة بوكسينغ ملاكمة الخبيثة وكذا وهذه الملاكمة القذرة كتسمى بالعربية. كيفاش تدافع على راسك؟ تدافع على راسك من تعرفوها؟ كنا فسرنا هاد القضية الضرب اللي قاش، مش هو الضرب اللي قاش، ماشي معناها هذا تشرح قرو الضرب باللي قاش، لا ماشي يعني. الضرب باللي قاش كتكون كتلعب باللي قاش، الضرب فيهم من جهة في الراس تيديروا ارتجاج في المخ، اللي قاش كبار تيحكموا الراس كامل تدير لك ارتجاج في المخ، لكن اللي قاش ما تيديروش واحد الاثار ظاهريه قليل، يعني ماشي بحال ملي كتلعب بالعظام ديريكت. دابا إيه لعبتي بيديك بلا لي كاش ولعبتي هكا بالعظام نيشان، الضربة إلا خرجت في هاد الفاص هذا كتسبب شي حلة، كتخلي شي آثار ديالها، كتخلي سميتو كتقدر تأثر العين تقدر كدا. ولكن إلا عاوتاني ليد المخاطر ديالها إلا ضربات في الراس كتأثر اليد، هو الفرق تقريبا. دابا اللي جا الى ضربات الراس كيتزعزع المخ تيقدر يتكاوى بنادم، اما اليد الى ضربات الوجه حرفيه ضربات الوجه توقع الامراجي في الوجه، توقعوا مشاكل نفسي تهرس توقعوا بزاف ديال المشاكل. دابا الفرق كيف هاد النقاط؟ دابا انا مثلا من إذا فهمنا هاد الأمور هادو غادي نفهمو شنو خصني ندافع على راسي منه ملي كنكون لاعب في قتالات الشوارع. ولا ماشي مدرسة الصدقة، تنهضر على رياضة قتالات الشوارع ستريت فايت وقتالات تحت الأرض في ليكاب وكذا. خصني نعرف شنو خصني نبروتيجي، مادام ما كاينينش اللي قاس يدين عرياني راه خصني نعرف شنو نبروتيجي تقريبا في وجهي. أكثر شي أكثر حاجة كنحميها هي هاد الفاص هذا تقريبا، كنحمي اكثر من هذا. دابا انا ملي غادي يبغي يضربني نقولو مثلا غادي يضربني يضربني مثلا نقولو كوش دروات وكوش دروات، انا دابا هنايا هو انا بروتيج هو غادي يضربني كوش دروات نضرب كوش دروات زيد شوية زيد شوية أخويا زيد شوية زيد شوية زيد شوية. أنا كنظن واحد القضية كضر، هو دابا هو مقصح في يديه أكثر من مقصح أنا، واخا توصلني دابا أنا الآلام، ولكن هو دابا يديه كون كان زاد أكثر من هادشي وزاد الضرب راه اليد إلا تلاقات مع الراس كتهرس. إذا فهمت هذا المنطلق هذا كنولي نخرج الدفاع في الكومبات، كنولي نخرجهم باش كنولي نخرجهم بالعظام، كنولي نخرجهم بالعظام بالراس بالكودات. هنا فين كيختلف على اللعب بالليغا، اللعب بالليغا كتبروتاجي بالليغا، اللي كتدافع كامل وكتكون كتخاف من ارتجاج المخ اكثر ما كتخاف من الحلال. دابا غادي نضربك مثلا غادي نضربك بالريات هادي، أولا مثلا ضرب شوية في تالا، أولا مثلا خرج الكوليات فهمتي، هاد غادي يبغي يضرب مثلا، قاصحة مسمومة، خرج يضرب الكوليات، خرج يضرب الكوليات، البواس تيخرجو الضرب، كاين سكيفات تينفعو تا هما في اللعب بلا ليكات، سكيفات دير غير فيك واحد القضية بأن كل كنتي لاعب لا بوكس ماشي لاعب ستريت قتال حر، لأن السكيبات ما تيخصهمش يكونوا كبارين في ستريت، ممكن تسكيب ولكن السكيبات غير صغار غير صغار، لأن إلا بقيت كتسكيب شي سكيب كبير ولا شي حاجة هداك الشيء يأدي لك شي ضربة بالرجل ولا شي ضربة ولا شي. هادي اللي بنقول لكم، تخدم مثلا أنا خدام هنايا كنبروتيجي هاد الفاس بزاف، وأنا عارف إلا ضربات يدي راسي
الترسي قيل ان لي تتاثر مع العظم ايش خلين دي لك بروتجين قاعدين برياتين فوق برياتين فوق ابواس قاعد يحمون سد على راسي ولا السيستم سكيبي غير صغير حيت انا في الزنقه فهمتي حيت انا بقيت في الشوارع حر رياضه بقيت في الشوارع كنلعب حر ولا السيستم واعر في الدفاع الا فهمتي وتقنتي اكيد انت غدافع على راسك واكيد الخصم اللي تيكون معاك غتاثر يديه بواحد الدرجه كبيره عزيز مرحبا